السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غادي نشارك معكم واحد البسكوتي ديال الفطور ديال الميريندا، كيجي زوين بزاف. غادي نشاركو معكم وغادي نعطيكم المقادير ديالو، غادي نعطيهم دابا بالعربية ولكن غادي نكتبهم بالطليانية تحت الفيديو. اللي ما كيعرفش العربية غادي يقراهم بالطليانية. عندنا 120 غرام ديال السكر، عندنا بيضه وحده، عندنا 7 غرام ديال الخميره، عندنا هنايا سميتو داك القشور ديال الليمون، حكيت ليمونه كبيره. عندنا 160 غرام ديال الزبده على حراره الغرفه، وعندنا العصير ديال الليمون ديال ليمونه كبيره، العصير ديالها والقشور ديالها. ودابا غادي نبداو. عندنا قبصه ديال الملح درتها في الاناء فاش غادي نخدم. غادي ندير الدقيق، وهاد الحلوه ما كتطلبش بزاف، المقادير ديالها بسيطين وكاينين في كل بيت. غادي ندير الزبده، وغادي ندير السكر، وكان نديرو الزبده مع الطحين بحال ما هكا هي الاولى، عاد نبداو نخدمو في العناصر الاخرى. كنلبسو كل هذيك الزبده كنلبسوها مع الدقيق. غندير الليمون، غندير البيضه، غندير الخماره، غادي نحصلوا على واحد العجين اللي يكون متماسك لينا. ودابا العجينه تكون بحال ما هكا متماسكه مع بعضياتها، ما تكونش دايره، ما تكون قاصحه وما تكونش تلصق في اليدين. ها نتوما بحال ما هكا. دابا انا غادي نوجد فين غادي نقطع، ما غادي ندير لا في الثلاجه لا حتى شي حاجه، غادي نبدا نقطع فيها. دابا الدقيق خدات ليا 460 غرام، ودابا كنسرحوها بحال ما هكا. انتوما دائما كنديروا يدينا في الدقيق بحال ما هكا، وكان الشكل اللي بغيتو ديروه كديروه. انتوما كنديروها بحال ما هكا، ما كتكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. انتوما بحال ما هاك. انا غادي ندير واحد الشكيل بحال ما هكايا، وغادي نعقب ندير شكيل اخر، غندير جوج شكيلات. الشكيلات اللي درت ها هما،
درت بهادي عندي هاد الشكل هادي وهادي وهادي صافي. هاد هما اللي درت ودرت هادي عند ها هما هادو بحال داكشي اللي كيتباع داك البسكوط اللي كيتباع ديال الفطور اللي باش كنفطروا هذاك هذوك هما اللي درت انايا دابا تيجيو زوينين واقتصاديين وفي ساعه كديروهم كتلوحوا واحد الشكل اللي هو بزاف ما كتطلبش الوقت بزاف تبقاو واقفين وتبقاو تشكلوا وتبقاو تزوقوا هذه كتجي زوينه بزاف وفيها الليمون كنتمنى تعجبكم وان شاء الله وديروها راه زوينه اقتصاديه ونيت هاد البسكوطي ديال الليمون راه تيتباع غالي راه ماشي تيتباع واخا تقولي ما فيهش المقادير بزاف ولكن راه بعدا تمشي تشريه راه كتصيبيه بواحد الثمن اللي هو غالي علاش حيت زايدين فيه الليمون ودابا انا قطعت بهادي وغادي نقطع ثاني بهادي بهاد غير بهاد سميتو البوق تندير ليه بحال ما هكا ودرت هاد الشكيل هذا دابا انا غادي نمشي بحال ما هكا تنكمل وغادي نتلاقاو ودابا المقدار اللي عطيتكم خرجوا لي جوج طاوات هانتوما يا الشكل اللي بغيتو كديروا ما كتحسوش بروسكم كتبقاو ديروا الشكالات حيت هي ساهله بزاف خص غير يكونوا حداكم دوك باش كتطبعوا صافي كتبداو تخرجوا في الحلوه سريعه زعما ما نكذبش عليكم نص ساعه تقدروا نص ساعه ديروا فيها كل شيء هادشي دابا انا درت الفران يسخن على 175 درجه غادي نديرهم 25 دقيقه حتى 20 دقيقه صافي يذهب اللون ديالهم ونخرجهم وغادي نتلاقاو ان شاء الله ودابا بعد ما كملتهم في الطياب هانتوما يشوفوا كندير لهم السكر كن كتخرجوهم سخان وكدير واحد شي تاع السكر اي تيبقى شاد هكايا صافي داك السكر الا ما بغيتوش ديروه ما كديروهش هانتومايا دابا انا غادي نديرهم في الطبق ديال التقديم وغادي تشوفوهم هاد الحلوه راه كتجي زوينه بزاف ولذيذه وتنتمنىكم راه الا جربتوها راه ما عمرها تخطاكم في الدار هاد الحلوه وما عمرها تخطى الوليدات ديالكم ان شاء الله ودابا هي الحلوه اللي وجدنا اليوم كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو الا عجبكم ديروا لي جيم ديال الاعجاب واللي ما مشاركش يشارك يبرك على الجرس باش يوصلوا كاع من هو جديد عندي ان شاء الله وتنقول لكم بصحتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.